قرب يا دكتور قرب فيك شيء اطلع من هنا احنا قعدتنا غلط وين دكتور الروح وين وين الروح عارف لازم ناخذ الارض دكتور لازم نضل مخدين واضح نفتح الباب بدك تسروح نطمن فوقيه فارس وين دكتور خالد كان منذ طفولته يعني بتعرف كان عقله يعني أكبر من سنه كان بيمتلك أكثر من مهارة يعني في عملي أنا طبعاً أنا كنت أنا عندي ورشة حدادة برضو كنت بستعين بخالد يعني كان برضو بيخدمني في شغلي في الحدادة يعني في أي حاجة بدها يعني فيها شغل فن فيها شغل برضو كان خالد أنا بستعين به وبعطيه المجال وببدأ وطبعاً كانت هوايته من الصغر اللي هي التصوير هذه كانت هي يعني كل حياته تصوير هذه شغلة يعني معروفة عنه خالد ما كانش عنده كاميرا بس دايماً يحب التصوير يروح يتصور هو يروح يتصور يروح على مثلاً بده يروح على مصور يقول له بالله لو سمحت أعطيني الكاميرا أتصور أنا وأخويا فيتصور هو ويأخذ آدم يصور آدم كأنه بصوره فكان خالد لما كبر عاد وصار في إيده قال له يابا أنا بتمنى تجيب لي كاميرا فجاب له من الحج كاميرا سوني فصار خالد هل الكاميرا لدرجة يأخذها على المدرسة فأنا كنت أقول له لا يا ماما يعني ما بنفعش يعني الكاميرا يقول لي بدي أصور أدق التفاصيل يصورها حبه للتصوير هي اللي طبعاً أكيد يعني خلته يدخل في الصحف والإعلام يقول لي نفسي أكون مصور يما أقول له إن شاء الله يما إن شاء الله طب أنت إعلام يجي يقول لي مثلاً في الإذاعة برضو بحب الإذاعة يعني يقول مشاهدي الأعزاء يجي يقول لي يعني هيك مقطع كيف حلو صوتي يما أقول حلو صوتك كل إشي فيك حلو يا خالد نعرف انه طبعا بيطلع بصور و انا كنا احنا مطمئنين يعني انا صحيح كنت مطمئن انه كان تصويره مش في الخطر يعني يعني في المناطق الساخنه لا انا يعني كنت اول مطمئن انه على اساس انه كان في داخل يعني نقول في مستشفى الشفا كان بصور لا يا خالد يا ماما الحرب جامدة زي هيك أحكي له قال لي لا يا ماما والله والله يا ماما إحنا آمنين إحنا قاعدين بالمستشفى وما في أي خطورة علينا أنت شايفاني أنا حامل سلاح قلت له آه يا ماما زي السلاح هذه والله سلاح يا ماما أنت والمجاهد واحد المهم قال لي بس هي تفكريش فيه وتوكلي على الله والله ما تسمع إلا أخباري في بداية حرب 2014 كان في قبل ما تشتعل الحرب كم يوم كان في اللي هو عدة استهدافات طبعا كنت أداوم في المكتب وكنت أنزل ميداني بلشت يومين ثلاثة أسبوع بلش الضرب واشتدت الحرب في هذه الفترة كنت أنا
بيات في المكتب وشغال في المكتب على مدار الساعة، حتى بيتي ما كنتش أوصل البيت إلا أطمن على أهلي. أهلي كنت أشوفهم على أحكي معهم على الجوال، لا كنت أشوفهم ولا كانوا يشوفوني، كان بس مجرد اتصال يطمنوا علي وأطمن عليهم. أغلب الأحيان كنت أقول لأهلي إنه أنا متواجد في الشفا والشفا مكان آمن، يعني ما تقلقوش علي، إنه أنا مش طالع مكان بعيد ولا نازل ميداني، بل أنا بالعكس لازم أنزل ميداني، كنت أنزل ميداني، وحتى ما أخبر أهلي إنه أنا نازل ميداني ويقوموا يقلقوا علي، لا كنت أنا أنزل ميداني وأصور وأرجع تاني وأكلمهم وأنا في الشفا وأطمنهم إنه أنا موجود في الشفا وما تقلقوش علي. وكان يعني يطلع يصور يورجي الحقيقة للناس، يعني كنا يعني مش نمنعه، يعني عشان إنه هو وحداني، وحداني لأهله. يقول لي إذا أنا قعدت في البيت وهذا قاعد في البيت، مين بده يطلع يورجي جرائم الاحتلال للعالم؟ كان يحب المغامرات، يعني كان يلبس الطاسة والدرع بكل جرأة، فيش في جواته خوف، يلبس ويطلع. طبعا كل واحدة بتخاف على جواتها، جواتي كان خوف لما يعرفني من نظرتي، يعني يقول لي ما تخافيش، هذا درع يعني بحميني، فش ضد الرصاص، الطاسة هذه ضد الرصاص، ما تخافيش علي. يعني هاي اللي كان مطمئن شوي. بس احنا عارفين الاحتلال لا بعرف مسعف ولا بعرف مصور، والكل كان مستهدف في الحرب، ورغم هيك رامي طلع. بندور عليكم يا اخو، احنا عارفين من برج 7، خايفين نطلع في الشارع، يستهدفونا بالزنان عشان هيك وضعنا. بس لما لقيت الوضع طول كثير يعني بعثت الولد قلت له خلص ايس روح جيبه، بدنا نطلع ساعة ونص بالضبط، واللي خوفنا ضرب صاروخ 15 على الجبل هذا، لما انضرب الصاروخ الثلاث شبابيك تاعون المخزن طاروا، فصارت تدخن جوا كلية صبرة صبرة تحت. وقد تم إخلاء عدد من الشهداء والجرحى من الشقق السكنية في محيط المستشفى، لذلك وحفاظا منا على سلامة الطاقم الطبي تقرر إخلاءهم. طبعا مش بشكل كامل، سنبقي البعض وسنخلو البعض وسنبقي البعض في المستشفى لاداء لتكمله اداء مهامهم الطبيه نظرا لخطوره المكان. بشكل يقيني اسرائيل استهدفت بشكل منهجي ومستمر ودائم وعلى مدى زمني طويل، ولدينا الاثبات والبراهين على انه على مدار سنوات وسنوات استهدفت سيارات الاسعاف و رجال الإسعاف، وليس هذا فحسب، بل الصحفيين ووسائل النقل الصحفية والمقار الصحفية، بالرغم من وجود هذا التشخيص الواضح. فؤاد اختار مهنة التمريض على أساسها اشتغل مسعف، كان بيشتغل مسعف مع الخدمات الطبية، اختار هاي المهنة لأنه إحساسه في الناس غير، بحب يساعد الناس ويقف معها، شخصيته يعني ونبل أخلاقه وإحساسه وطيبته هي اللي خلته يختار هذا المجال، لأنه بحبش يشوف حدا مأزي قدامه ما يقدرش وإنه ما يساعدش. كان حبه للأسعاف وللمسعف فؤاد كانت في حياته كلها الإسعاف. يابا أنا بعرف هذا التمريض وبعرف الإسعاف، أنا اخترت الإسعاف ما بدي أبقى ممرض أقعد أنا في المستشفى وأقعد أدق إبر وأعمل، لا أنا بدي أبقى في أرض المعركة. حتى في يوم الحرب بتذكر قبل ما يطلع كلام بينه وبينه بحكي له ليش أنت تطلع أصلاً اليوم؟ يعني خلص خليك يرتاح كل يوم طالع يعني، وهيك لو بحكي لي إذا أنا ما طلعتش مين بده يطلع؟ وسحب حاله وطلع. Hello.
طرفك بخصوص استهداف السيارة المدنية بجوار مشفى أبو يوسف النجار. الخصائص تؤكد وجود شهيد، كذلك أصابتين في المكان. جاري المتابعة، يتم إعلامك. استلم تجد. آخر فترة في رمضان كان أغلب أوقاته برا البيت يقضيها ويفطر برا البيت، بس إذا كان حابب يفطر كان يجي ياخد أكل من هان ويروح يفطر هو وصحابه المسعفين، يعني يجي ياخد من مرت خالي يطلب الأكل وتعمل له إياه وياخده على عندهم ويشتغلوا ويأكلوا مع بعض. أتصل عليه في الليل وقل لي والله قاعد بتصحر يا حجة. أقول له حبيبي يما دير بالك على حالك يا روحي. يقول لي والله قاعدين في مستشفى النصر، هيني باكل مثلا بتصحر قاعد حمص مع بصريش فتة حمص. اقول له صحتين وعافيه يا خالد، دير بالك يا خالد. طبعا طبيعه عمل ضباط الاسعاف والمسعفين في قطاع غزه، طبيعه عملهم عمل يعني صعب جدا وخطير جدا. طبعا لما واجهنا في عدة حروب سابقة، ولكن هذه الحرب كانت تختلف كليا عن الحروب السابقة. يعني كان العدو أو قوات الاحتلال الصهيوني كان يتعامل مع سيارة الإسعاف الحرب الأخيرة كأنها دبابة، يعني مش كأنها سيارة إسعاف، كان يعني يقوم بقصف عشوائي، يعني كان ما يهموش لا سيارة إسعاف ولا مدنيين ولا منازل ولا أي شيء، كان هدفه الأساسي هو التدمير فقط لا غير. تعالوا في ناس تلقينا اتصال هاتفي من الصليب الأحمر وطلب منا التوجه إلى شرق خان يونس مرة أخرى ليلا. نحن في البداية رفضنا هذا الطلب بسبب أن الجيش الإسرائيلي عودنا على عدم احترام الشارع واستهدافه لسيارات الأسعاف حتى بعد الحصول على الضوء الأخضر. فذهبت سيارة الأسعاف وكان متواجد بها محمد العبادلة الذي كان يتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر الهاتف. ارجع. وكان الصليب الأحمر يتلقى المعلومات من الطرف الإسرائيلي، فعند وصول نقطة ما يعني فوجئ أن هذه الطريق مغلقة نتيجة القصف في المكان، فتوقف وأبلغ الصليب أن المنطقة مغلقة، فطلب منه طبعا بعد الاتصال مع الطرف الإسرائيلي أن يأخذ شيالة المرضى المتحركة العسكرية والذهاب شرقا باتجاه المصاب. (تصفيق)
فعندما خرج من سيارة الأسعاف التي كانت تحمل جميع الشارات، لكن فوجئ ضابط الأسعاف بعد أكثر من 10 أمتار بإطلاق نار مباشر من قناص إسرائيلي عليه. وقمنا يعني قمنا بالاتصال على الصليب وحاولنا مرارا لوقف إطلاق النار، إلا أنه الجيش الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار، وبعد ربع ساعة أوقف إطلاق النار. دخلنا للمكان فوجدنا زميلنا ملطخ بالدماء، وكانت الإصابة كانت في المقتل، كانت في الصدر، إصابة مباشرة في القلب من قناص، أيضا كانت عدة إصابات في الفخذ. جاتنا إشارة من غرفة العمليات إنه في إصابات في شجاعية في سوق البسطات تحديدا، في بيت في إصابات وشهداء. توجهت للمكان وكان برفقتي المسعف وصحفي رامي ريان. أول ما وصلنا المكان هناك كان متواجد له عدد من الصحفيين وعدد من الدفاع المدني والطواقم الطبية موجودين في اللي هو في ورشة الإحدادة. فتفاجأنا إنه في هناك اللي هو عائلة السلك بيت عندهم متواجد فيه عدد من الإصابات، ما حد كان بيعرف إنه في شهداء أو في إصابات. صاروا يزعقوا علينا إنه تعالوا شوفوا المكان، انقذونا، في هناك إصابات. فتوجهنا على البيت وبلشنا ننقذ الناس ونطلع المصابين وننتشل الشهداء من المكان. فتفاجأنا إنه هناك موجود ما يقارب 10 شهداء وعدد من الإصابات. فوصل عدد من الإسعافات في المكان. وعند وصول المكان ونزولنا لإخلاء الجرحى والمصابين من البيت، تفاجأنا اللي هو بإطلاق قذائف مدفعية على الإسعافات مباشرة. ما كان في تمييز ما بين صحفي، ما بين مسعف، ما بين طواقم الدفاع المدني. صار الاستهداف استهداف مباشر على الموجودين في الحي بأكمله. فطبعا انا سمعت صوت الانفجارات من مكان عملي مباشره، يعني تبعت الامر مع زميلنا اخونا كرم العوور. فطبعا رنيت على جواله ما كانش يرد بالمره، فحاولت اتواصل مع المسعف. المهم المسعف اتصل لوين على غرفه العمليات، فصار المسعف يستنجد انه بدنا سيارات اسعاف، تم استهدافنا في المكان، الحقونا، اكرم الصواب كذا. فانا مباشره طبعا استنفرت الشباب، اخذت سيارتين اسعاف وتوجهت للمكان مباشره. فطبعا طول الطريق يعني كنت افكر انه خلاص الشباب استشهدوا، اكرم استشهد. يعني كان الموقف صعيب جدا، انه يعني انت رايح للمكان وعارف انه زميلك يعني متصاوب او حتلاقيه مستشهد. انا وقعت على الارض وكان عدد من المواطنين والمسعفين جنبي. طبعا انا ما قدرت اقف على رجلي واكمل اللي هي مسيرتي لاغطي الحدث واوثق الجريمه. تفاجأت انه زميلي اللي هو باسل ابو حسان كان موجود معايا، قدر من الله ما صبش ولا صار معه حاجة. طلبت منه ياخذ الكاميرا ويصورني أنا، يوثق الاعتداء على الصحفيين، ويصور اللي هو زميلي رامي ريان اللي استشهد معايا في نفس الحدث، وكذلك سامح العريان مصور قناة الأقصى كانوا موجودين معايا. وأنا بغطي الأحداث، وأنا بغطي الأحداث، اتصابت، طب علينا، خبط بالقذائف، القذائف نزل علينا مش عارفين من وين. استشهد على الفور اللي هو سائق الإسعاف حمزة البلتاجي والمصور رامي ريان اللي كان برفقتي. طبعاً كان هناك العديد من الناس متواجدين في المكان، معظمهم صيبوا استشهدوا. طبعاً أنا أدت قذائف إلى إصابتي. فأول ما رأيت يعني أكرم يعني ضليت أصرخ هيا أكرم هيا أكرم، فكان الموقف يعني صعب جداً. فطبعا حملنا على الشيالة وتوجهنا، طبعا لما
يعني رأيت منظر أكرم وهو ملقى على الأرض، يعني كانت إجره مبتورة، جسمه كله ممزع من الشظايا من القذيفة اللي أكلها أكرم في هذه المهمة. طبعا أخذت أكرم بسيارة الإسعاف وحملت معه تقريبا 3 إصابات من المدنيين، كانت إصاباتهم صعبة، فتوجهت فيه مباشرة مستشفى الشفاء. كان جل الضحايا من عائلة السلك، ولكن بين أمور أخرى استهدف صحفيين وسيارات إسعاف كانوا متواجدين في نفس المكان، وصلوا بهدف الإسعاف، ورغم ذلك يعني تم استهدافهم، وهي بكل معايير والمقاييس أحد الجرائم الأكثر وضوح وبروز فيما مارسوا الاحتلال بشكل قصدي وعمدي باستهداف مدنيين، علما بأننا لم نسجل حالة وفاة واحدة، حالة استشهاد واحدة لمقاتلين من المقاومة في هذا الأمر. وحتى الآن لا زالت يعني الدوافع لهذا الأمر غير مفهومة ومبهمة. الصحافة تفضلوا وارجي الأمم المتحدة وارجي العالم وارجي الصليب الأحمر سنة مش قادر أستوعب إنه رامي خلاص عمره ما رح يرجع على هالدنيا ومعانا مع أولاده. إيش بدي أقول لك؟ الحمد لله رب العالمين. صدقني أكبر معاناة لما يسألك الطفل وين بابا، يعني أكتر حاجة بتقلبني من جوا لما بنتي الصغيرة بال4 سنين بتقول لي ماما هلقيت بتشتي على بابا الدنيا، يعني بدوش يجينا. البنت هذه الكبيرة بدأت تستوعب شوية إنه بابا في الجنة في الروضة، بعلموها إنه بابا في الجنة عايش حياته مبسوط، بس ساعات كتير وقتش بده يجي هذه جواتي بتقلبني. هدوا خاف روقوا.
الله يعينك الله يعينك روق. ما يرجع ليش يا علي؟ صلى على النبي. هوبا في قصيم، في شاي حدا في قصيم، بس بتقدر تخش نقدر نجيب ناس. اتوكل على الله نقدر نجيب ناس. بس ليش؟ بس المشكلة انه الناس بتفكر احنا جايين نحمل ناس عاديين، احنا بدنا نحمل المصابين، بدنا نحمل الشهداء. بس مش اكثر. يا عم امشي يا عم، طلع سيارتك احمل الناس. طبعا الدكتور ضياء نزل من سيارة الإسعاف حتى يعني يحاول يصل للإصابات الأطفال، لأنه كانت الإشارة للمعنى أنه وجود 4 أطفال مصابين في هذا المكان. طبعا حاول أنه يتواصل مع العمليات ويتواصل مع أهل والد الأطفال المصابين، فطبعا بغدتهم إطلاق النار مباشر على كان على الدكتور في المكان. Yeah.
بدك تقدم هيك شوف نتقدم هيك نتطلع في حد داخل في الحارة اطلع برا في حد في الحارة في حد في الحارة حب فطبعا أخلينا عدد أيضا من الشهداء والجرحى. فتقريبا الساعة 6 صباحا يوم الأحد 27/7 قام العدو باستهدافنا قوات الاحتلال باستهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر وبشكل جنوني. يعني عارفين وشايفين بالتكنولوجيا تاعتهم اللي بيقولوا تكنولوجيا متطورة، شايفين سيارات الإسعاف، شايفين الطواقم الطبية بتقوم بعملهم بإخلاء الإصابات بإخلاء الجرحى من المكان، إلا أنه قاموا باستهداف سيارات الإسعاف بشكل مباشر. فطبعا قال للدكتور يعني اطلع مباشرة من المكان، فأسرعت أنا بشكل كبير جدا. وأنا خارج تقريبا في شارع البلتاجي رأيت سيارتين إسعاف مضروبات، فطبعا الطاقم تاعهم كان بجانب الحيط ماخذ ساتر من القذائف، صار يزعق علينا إسعاف إسعاف إسعاف، فطلب مني الدكتور ضياء أني أتوقف حتى نأخذ معنا الطاقم الدفاع المدني. فطبعا ما لحقتش أنا أقف أخذ على اليمين أقف بسيارة إسعاف إلا قذيفة نزلت مباشرة أمام سيارة الإسعاف. قرب 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 دكتور قرب فيك شيء؟ اطلع من هنا احنا قعدتنا غلط. وين دكتور نروح؟ وين؟ وين نروح؟ عارف لازم ناخذ الارض دكتور، لازم نضل مكتين واقف. نفتح الباب نكسره نطمن فوقيه فارس. وين دكتور؟ أنا يومها الصبح صحيت الساعة 6:30 زي هيك، مسكت الجوال برن عليه، أعطى إنه برن بس فيش حدا برد. رنيت كمان مرة كمان فيش حدا برد، هو فعادته يعني إذا مشغول أو إشي بيعمل مشغول وبعدين بيرجع، بس هو ما ردش. أول ما رنيت رنتين ثلاثة أربعة ما ردش عليا، خلص أنا تأكدت من إنه استشهد. سبت الجوال و خلص تخيلت الموقف وشو بدي يصير فيا.
تخيلت كل شيء لأني كنت حاسة. أخذنا الجوال جبنا أرقام أصحابه أرن عليهم يحكوا لنا حكوا إنه هو بخير بس محاصر في الشجاعية. أما لومنا إنه هو بخير. مسكنا الجوال قاعد ضلينا رن رن وما يحكوا إنه إيش بخير ولسه ما وصلنا لوش بس نصل نقدر نطلعه وهيك ونطمن عليه. في الآخر له خالي رن عليهم لهم حكوا له إنه فؤاد استشهد. رحت لهم فؤاد قلت لهم فؤاد احنا الناس كلها ضحت واستشهدت وضحت بألوفات، انت لو ابنك استشهد ايش بدك تقولي؟ قالت زغرت. قلت له انت يا بنت اختي؟ قالت انت ابنت زغرت. قلت له زغرت فؤاد استشهد، فؤاد شهيد، فؤاد الله يرحمه شهيد، الله يرحمه. فكون زغرت زغرة صدم فؤاد، سجدنا لله والله سجدنا لله والحمد لله لله الله. أكرمنا فؤاد بالشهادة وقلنا يا رب لك الحمد عشان فؤاد. عندك خلاص تأخذ الموت تأخذ الصاح صافي. يلا يلا يا طيارة فوقينا برضه احنا مش بالمرة. راحمك يا خالد. يا الله يا خالد راح خالد. ارفع يا اخوي يلا يلا تاخذ خالد تعال هيو استنى نحمل لحظة خالد نحمل معك تغلقوش اه هيو بس لمش تعال تعال خلص 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 يا وردي اطلع 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 انت اللي حط عندك. ابدا 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 حط عندك. هات هات خاف ودي شوف يلا ناخذ فات وروح. ها يلا هات هات بلاك الراحة هات المصحف تعال عز تعال عز عز بدناش نمشي بدناش لا لا استنى يا عيب استنى وخليها معاك يا مرتضى. طب خليك معاك الكاميرات روح 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 يا اخي تعال تستقبله هناك. اي استقبل يا ابو رشيد جبت فؤاد يا ابو رشيد جبت فؤاد جبت فؤاد جبت فؤاد والصحف الاثنين جبناهم شهداء. فتحنا التلفزيون فورا في وجه تامر المسحال. فلسه قاعد بقول تامر المسحال وهنا شهيد صحفي قبل ما يقول اسم خالد. انا عرفت خالد انا عرفت خالد. قلت لهم هذا خالد يا اولاد. قالوا لي وحدي الله. قلت لهم والله خالد. يعني انا لسه مش شايفين لا وجه خالد ولا جابوا اسم خالد. يعني دخلوا صحفي لكن ما شفناش وجهه. فهي بتقول الكاميرا تبعت خالد. عرفت هيك خلص. مراقي تتصل على جوالاته له جوالين. اتصلت على رقمه الاولاني ما ردش علي بس رن الجوال. قلت لا خالد طيب الحمد لله مش هو يبقى انا بس هيك بهاتي. اتصلت على رقمه الثاني الا واحد بتصل طبيعه خالد بقول لي الو يا حجه اهلين يا حجه. هذا بقول لي الو الو. قلت يدخل خلص عرفت فعلا. انا طبعا هي انا صارت يعني صيح طبعا تبكي وانا يعني مش ماخذه يعني جد الكلام لكن وانا عيني على التلفزيون فعلا يمكن نص دقيقه اللي هو في شخص بقول طبعا الصحفي خالد حمد. وقت انا ادركت انه خلاص خالد يعني فعلا والدته كان يعني فعلا كانت صادقه انه هذه كاميرا خالد. هو حياتي خالد نور عيني اللي بشوف فيها خالد.
بابه هو الأخو هو العم هو الخال خالد كل الدنيا خالد خالد راح والحياة عندي راحت أنا لو أنا ما وقفتش كصحفي أكون مصور صحفي نقلت صورة أولاد شعبي وصورة وثقت الجريمة هذه كان ما فيش حد حيطلع يوصلها كان العالم كله ما بيعرف إيش اللي بيحصل في غزة ولا في فلسطين كلها بشكل عام لكن أنا استمريت ومستمرين في هذه المسيرة حنضلنا متواصلين حتى رغم إصاباتنا رغم إعاقاتنا حنعلم أجيال من بعدنا إنها تتواصل في هذه المسيرة لحتى توصل رسالتهم للعالم كله نحن نتحدث عن نمط ومنهج يمارس الاحتلال وهذا يؤكد أن الأمر ليس من قبيل الصدفة بل هو منهجي وهناك جانب قصدي intentional deliberate يعني في علم القانون تجاه هؤلاء الأشخاص الآن الدوافع الأسباب هذا ما يجب أن يفسره جيش الاحتلال وبقدر علمنا أن في هذه الأحداث جميعا أغلقت الملفات ولا يوجد لا تحقيق أو إتهام أو ملفات قضايا تجاه من مارس هذه الجرائم سواء بالمستوى الأدنى نحن نتحدث عن جنود أو المستوى التنفيذي الأوبراتيف أو مستوى القادة الإسرائيليين أقفلت كل هذه الملفات المتعلقة بهذه الجرائم لذلك نحن بعد أن وثقنا كل هذه الجرائم قانونا في حينه وبعد أن أغلق في وجهنا ملف العدالة الإسرائيلية بمعنى أن القضاء والنيابة شكلوا غطاء قانوني لما يمارس من جرائم منهجية بقي الخيار صفر أمامنا وهو التوجه إلى العدالة الدولية ودعتوش ما شفتوش يا ريت يرجع هي يمكن الصورة كانت أبلغ من الكلام أنا يمكن كنت عن غير وعي يمكن لأنه الصور اللي شفناها بعدين وبينوهن يعني في بعض الصحافة بينت صور صورة اللي وأنا بقبل طبعاً كنت ببوس رجل خالد طبعاً يعني كيف خالد يعني لما يكون البكر وأنت طبعاً أنت حاط كل أملك في الحياة ابنك البكر يعني وأنت وصلت لمرحلة أنه خلاص خالد هلقيته يعني حيستلم المسؤولية يعني أنت لقيت خلاص وصلت للسن أنه أنت يعني بدك تتريح وخالد هو اللي يمسك بدالك طبعاً أمور البيت ويعني خلاص يعني أنت هلقيته عندك رجل هلقيته وبتركن عليه وكل هذا في لحظة ينهار يلا نسأل بابا كيف حاله يلا يا ماما كيف حالك يا فؤاد إن شاء الله تمام زي ما وعدتك قبل هيك حلا أمانة في رقبتي وإن شاء الله رح أحافظ عليها
مثل ما كنت بدك اياها رح اطلعها ان شاء الله، رح اعلمها واكبرها، خليها ترفع راسها فيك. خاطر خيابة، خاطر خيابة، أنتم الصابقون ونحن اللاحقون.